السلام عليكم. هادو نصائح كنذكر بهم راسي وكنذكركم بها. شت الدنيا هادي صعيبة بزاف، صعب على اي واحد عربي ولا مغربي ولا عايش في المغرب ولا برتغالي ولا برازيلي ولا اللي كان. الدنيا صعيبة بزاف، الدنيا ما كترحمش، لا الشجر ديالها لا الحجر ديالها لا العلم اللي فيها لا الانترنت ديالها لا الانسان اللي فيها بشر الحيوانات اللي فيها، حتى واحد ما كيرحم. كلشي باغي منك، كلشي باغي منك، هذه حقيقه. وتنتا باغي من الدنيا، وتنتا باغي من كلشي. هي احسن حاجه تخدم عقلك وتعرف الحقيقه ديالها وتمشي معها كما هي بلا ما تظهر بشي حاجه اللي ما كايناش في الدنيا هادي. المهم خلاصه ديال الموضوع كامل، النجاح ما يتسناكش، سمعتي، النجاح ما يتسناكش ولا ما شتيش انت ليه ايجي واحد اخر اديها. فكره ما طبقتيهاش جاتك انت في دماغك، ما طبقتيهاش غتجي في دماغ واحد اخر. انت ما قادش دير بزاف، ما ديرش بزاف، دير شويه، تقدم خطوه بخطوه. شحال درنا من بزاف في الاخر تضرب لينا داكشي كامل في صغير. سير على خطوات ثابته، ما كاين محسن من خطوات ثابته. خوت هاد الكلام هذا اختصار ديال بزاف ديال الهضره. الله يعاونك.